عمر طبعا بصراحة. اللهجة الإماراتية والنفس الإماراتي واضح جدا في هذا النص، وأنا أحييك على ذلك. يعني دائما الشاعر الاحتفاظ بهويته مطلب، أنا بالنسبة لي أعتبره مطلب رئيسي لكل شاعر. مثل لما قلت ويال، ولما عدت النخيل وبعض الأماكن اللي عددتها في النص كانت جميلة جدا. المدخل وش فيك يا قلب انت وايق من ورا ضلع الشمال. بس حمد عندي استفسار، البيت الثاني قلت خلي الخفوق، القلب اللي تخاطبه في البداية من تقصد من قلبه؟ القلب اللي اقصد فيه نفسي. قلبك؟ اي نفسي. وخلي الخفوق، الخفوق اقصد فيه دقاته. الخفوق هو القلب. خل يعني انت هنا في البداية البيت الأول قلت خل وش فيك يا قلب خلي الخفوق، اعتقد ان القلب هو الخفوق في نفس المعنى. بنفس البيت هذا حمد، ينبض مدام ان الضلوع الحان لبحور الخليل، لوني مكانك استبدلت الضلوع بدل الحان الى اوتار. يعني تخيل شكل الضلع عمره ما يكون لحن، لكن لو شبهت الضلوع في اوتار لبحور الخليل كانت الصوره بتكون اجمل من ذلك. استفسار بسيط حمد عن كن الجبال رجال، كان ولا كن الرجال، كن الجبال رجال قد شابت لحاهم والعقال. والعقال ايش تقصد في العقال؟ العقال تصويت. التصويت انها الجبل، يوم قلت انه يا غيم اخذيني، فيوم ينزل الغيم يغدي شر الجبل شرات رجل الشايب، فالعقال ما ينشاف. هذا شبهته بالتصويت، انه ما عندي علم فيه وما رضيت الا القليل من القليل. جميل جدا. طبعا انت ضربت مثل على دولة الامارات وعطائها، شبهتها التشبيه هذا ولا انا غلطان؟ لا لا صحيح، هو تشبيه اللي هو عن قصة الوطن. اي نعم، الوطن بشكل عام. اي جميل جدا، والعطاء وهذا، واعتقد انه هذا ينعكس على ذاتك كشاعر وعطائك. النص اعجبني، الله يعطيك العافيه. الله حمد يوفقك. الختام ايضا كذلك كان جميل. ما قلت ليش هذه لهجتكم الخاصه؟ نعم، منطقتنا استبدال الكاف في الشين. النص جميل يا حمد، وعسى الله يقويك. الله يقويك. حمد طبعا النص ينتمي إليك وتنتمي إليه وينتمي إلى بيئتك، وبالطبع هذا يعني اللي إحنا دائما نقول إنه اكتب نفسك، اكتب بيئتك، اكتب تجربتك. فهنا قد أحط بكثير من هذه المقولات في هذه القصيدة، سواء كان في موضوعها أو في اللهجة التي قيلت فيها أو في التشبيهات الخيالات والتصويرات التي جاءت فيها، كلها منتزعة من البيئة. وقد أعجبني أنك تتخذ من النخيل كرمز للخصب والنماء وللحصيد. شغله مع النخل كله. شو كله عن النخل؟ شو يساوي؟ بس حمد فند لك النخل تفنيد متخصص يعني. بلى، لأنه هو عدد لنا النخيل وعدد لك النخيل. كثير من أنواع النخيل هنا. طبعا ذكرها يدل على كثرة الخيرات الموجودة التي تحققت في مسيرة الإمارات، والتي لخصت في كانت بدايتنا المحال وصرتي لثمرة حصيل. يعني هنا كل هذه المقولة تلخصت في الآخر في أنه ما بين المحال والحصيل هنالك جهود كثيرة جدا بذلت، وهنالك توقعات وتصورات كانت صادقة وتحققت على أرض الواقع في ما جرى في الإمارات وما تحقق لها على يد المرحوم الشيخ زايد بن سلطان ومن هم وراءه. وقد أعجبني البيت الذي قلت فيه حكمة حكيما يتبع أسباب الحياة ولا يزال أطناب بيته يتبعون أسبابها في كل حين. فالأطناب البيت بالفعل تشبيه أنا رأيت فيه كثير من الجمال في الإشارة إلى من هم خلفوا الشيخ زايد في هذا البيت الإماراتي الجميل. في لما أنت قلت كن الجبال رجال قد شابت لحاهم، ما أعرف ليش أنا لو كلمة لحاهم ما عجبتني. السبب أنه أنت تريد الغيم وقد لف رؤوس الجبال، فاللحية هي أوطى من الرأس، وبالتالي يفترض أنه البداية فوق مش بتكون في اللحية. على كل حال النص جميل و أعجبني كثيرا. شكرا. مشكور يا أبو شهاب. يا مرحبا. مثل ما قالوا الأساتذة،
اخواني في اللجنه بطل القصيده انا اشوفها في البدايه كان النخله اللي تختلف عن نخله اخونا ادم، لكن لاحظت في اخر القصيده طبعا هو من باب المصادفه بلا شك، سبحان من يقبل على ابن ادم وهو عابر سبيل، بعدين البيت الاقبد وغيره رموها وانثنت بالعذج واعطتهم ظلال عن العطاء. لكن انا اشوف ان هذا النص الوطني الجميل يا ابو شهاب حضور المطر كان فيه والغيم كان فيه واضح في معظم ابيات القصيده، رغم ان طلب المطر والدعاء بالنزول معروف وتقليد يعني شائع لدى شعراء النبط على وجه الخصوص، لان توظيفك هني لهذا التقليد الشعري كان مختلف، فانت تخاطب الغيمه اللي تشاركك في صنع مشهد بصري في هذه القصيده، كانك تخلق مشهد سينمائي او حتى مسرحي حركي رمزي يحضر فيه الزمن ويحضر المكان، شخصيات بل وحتى اللهجه، عناصر التراث ايضا، وزعت هذه الادوار المختلفه مستخدما اساليب بلاغيه وادبيه متعدده بينها الانسنه. النص جميل في عمومه، لكن لو كنت محلك وكان هذا النص نصي وانا املكه لغيرت توظيف بعض المفردات، يعني على سبيل المثال الاستبشار بالخلال، خلال مو ببشاره، معروف ان البشاره بالرطب يوم يقيض، ولذلك سموها اول ما تقيض اول رطبه تقيض او بدايه المقيض يسمونها تبشره معروفه. ايضا السعف، لو كنت محلك ما بوظف السعف بهذه الصوره، لان السعف ما في رمزيه قويه مثل باقي العناصر اللي موجوده في النخله وفيها من الدلالات العمق الكثير، لكن النص في وايد من الابيات الجميله والمميزه. يا اخويا حمد انا اشكرك واتمنى لك التوفيق. كل الشكر لكم.